ما ذكره سي عادل من اعمال حقوق جبار يؤتي اكله، ليس من باب انه نضيقوا على البيت، نضيقوا على السلطه، بمعنى تضيق على السلطه راهو الان تجني صحه الراس وعدم التزامها بالمعاهدات الدوليه. ماذا بقي من حل؟ هو لجنه الصلح الجزائري. نعم. وعدتنا كالمكلفه العامه ولا في نزاعات الدوله ب 30 بليون دولار. ظهر نتاع واحد مجنون نتاع بياض اموال، يعني احنا اتهم المعارضين شيماء عيسى والنهضه والمعارضين السياسيين بتبييض الاموال، ولجنه الصلح الجزائري قالت لك هاو ثم واحد تاع تبييض اموال بيجي بدا فلوس، هذا كلامك. هو الدوله تمر بحاله عبثيه في كل مؤسساتها وخاصه في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب التنموي، هناك عبث كبير جدا، واغلب الذين يديرون المؤسسات خاصه الوزارات يعني ناس فعلا يأتمرون بأوامر مع المنقلب قيس سعيد والمافيا التي حوله. أنا أعتقد أنه المغالطات التي تحدث سواء كان ما سمي بالشركات الأهلية سواء كان ما سمي الآن بالصلح الجزائي ولا بد من افتكاك أموال الشعب وإعادتها للشعب، هذا كلام شعبوي لا معنى له، وهذا كلام لا يصنع لا مؤسسات ولا شركات ولا يصنع تنمية. الحقيقة أنه نمر إحنا بحالة من العبثية هي في شكل المنطوق المغلوط، وإلا اللي هو مقصود أن يكون مغلوط، يعني كي تحدثوا على 10 بليون دولار يعني هذا رقم خيالي جدا، يعني يجعل من السيد الذي يقترح 10 بليون دولار أنه تقريبا يكون من ثالث أثرياء إفريقيا، هو معناتها كلام خارج عن المنطق. لكن أنا أشك شك كبير جدا أنه المنظومة المنقلبة والناس التي حولها راهم يصنعون عملية تزييف للوعي من خلال الأخبار هذه اللي هي مغلوطة، تبدو مغلوطة تجعل نضحك إحنا من هذه الأرقام، ولكن الحقيقة هناك من يصدق الأرقام. شفت العباد التي صدقت 2500 مليار منصف 1500 مليار نتاع نور الدين البحيري منصف الطن نتاع ديام الطعم استاذ ما عاد نقاطعك لانه فعلا عدنا للتقطعات الصوتيه في الاثناء فرصه باش ذكرت وانسى ذاك النقاش نتاع الرشقان نتاع العراس واحد يقول 5 مليون ونرجع لك الكلمه يلا بالنسبة لي حسب قربت 20 مليون دينار حسب الملفات الأولى هذه برك اللي تم فعل الإيداع بالخزينة العامة 5 مليارات ثم 20 مليار دينار 5 مليون دينار 5 مليارات دينار هذا ما بيعمل الصلح 5 مليون دينار 5 مليون دينار هذه 5 مليارات من المليارات تحدثت على 30 رئيس هذا ملف جينا حديثا لحاله من القدره القضائيه من وجهيز مكلفه عن نزاعات الدوله، والملف هذا العرض المالي بعد سماع طالبي الصلح فيه هما زوز شوالات وكلاء شركات وساطه كبيره هولدينغ في 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 اوروبا في بنوك يعني فقره كبيره برشا وهيله، تم احاله الملف علينا وتوجهنا سماع طالبي الصلح الاثنين واحده في سجن النوبه والثانيه في سجن المرناليه. وبعد سماحهم سيد الرئيس ملي كان عرض 13 نحن قلنا لهم يعني اذا كان الموجود الفلوس هذه موجوده علاش ما يكونش المبلغ مضاعف؟ قال انا على خاطر ثقتنا بسيد الرئيس نحبوا المبلغ هذا كان تقبلوا انتم كلجنه تقبلوا منا رانا نحبوا نضاعفوه في ثلاثه. وهذاك اللي تم التسجيل عليه بسماع وقال نحن مستعدين الى دفع 30 بليون دينار تونسي اي ما يعادل 10 بليون دولار تونس. هذا الجزء ضئيل من المال الموجود مبدئيا بعد تثبت وجود هذه الاموال في هذه الشركات اللي تم يعني تقديم ارقام حساباتها، بالتالي هو مستعد زاده انه سي منصف لحظه سي منصف انت اصيل نفيذه احنا عندنا في عراسنا ثم شكون يعرس بالدين نعم رابط العرس بالدين العلوش بالدين الرب اي لحظه الله ينورك بالحق نحكيك بصوره حقيقيه احنا موسم عراس وظل الواحد فالس وفي اخر السهره يظل خايف من مولى الجوقه اللي ماشي يخنق وما عندوش لكن تجيه خبر عاجل في الاخير يقول ثم واحد مش يرمي لك تالي وتالي يظهر لي هذه الصوره فقط
وفي الجوق هذه مع كم احترام نيترات هنا ثم واحد لابس اللي وصلت قال لهم راهو 5 مليون صبوا في الخزينه الارقام الكوخ معنا شفت نعم. الرشق لك الكلمه دقائق قبل ما نرفع الاذان في ساعه نعم وترجع السيده اللي بجنبه تقول له لا راهو 30 بليون دولار بليون دينار بالتونسي ما يعادل 10 بليون دولار تونسي ما فهمتش انا الدولار التونسي هذا يعني حاله من العبثيه الغريبه لكن قلت لك انا نتصور الهدف من مثل هذه البرامج وهذه هذا المباشر ولا المسجل راهو هو عمليه تزييف للوعي المواطن التونسي اللي احنا ما تخافوش راهو عندنا امكانيات كما الحكاية متاع المشكلة متاع المطار والفلوس اللي داخلة من غرفة الاستقبال والحفرة كما الألف طرناطة متاع الديامونت اللي تعدات عند توانسة فعلا فما مواطنين توانسة مساكن مصدق اللي عليه العريض معناتها استحوذ على 1000 طرناطة من الديامونت الحقيقة انه هذا راهو يجعلنا ضحكة امام العالم لكن تحسش انه السيد سعيد كي جاته 30 بليون تحسه فرح هذا القام زي شوي من الكرسي وفرح مثلا هو نفسه مغيب قد يكون يغلطه فيه يا زيد نعم ولا انا لا اعتقد اللي هو يغلطه فيه اعتقد اللي هو جزء كبير ياسر من المغالطه انا اللي نشك فيه بشكل كبير وكما صار في البنك المركزي طبعوا تقريبا عام ناول في اخر ديسمبر 2022 5 مليار دينار هذوما دخلوا للخزينه بدون اي تنميه مقابله حقيقه انه البنك المركزي ما تحدث على حد شيء فيما يخص الخمسة مليار اللي وقع طبعا انا اللي نشك فيه بشكل كبير انه المغالطه هذه انه قيس سعيد بالنسبه لي يعتقد انه علاش هو يحب يسيطر ويحط يده على البنك المركزي وهذاك علاش عندنا بنوك تونسيه اربع بنوك تونسيه وقع تخفيض الترقيم نتاعهم باعتبار انه هناك تلاعب كبير حاصل داخل التونسية فيما يتعلق بالدينار التونسي الى حد الان مازال شاد روحه ولكن اعتقد انه فما الغابة التي تخفي حاجات كثيرة جدا ماناش عارفين على المستقبل اللي ينتظر بلادنا بالنسبة للكلام اللي يقولوا فيه في حكاية نعم سي منصف